التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة على بركة الله. ينطلق شوطنا الرابع عشر، شوطنا الرابع عشر الخاص بالجعدان الحجايج من مسافة 3 كيلومترات. مشاهدينا الكرام، نسير مع التحدي، نسير مع البداية، نتابع الإثارة القوية هنا على أرضية هذا الميدان ونتابع البداية، نتابع صدارة هذا الشوط. هناك البداية وهناك المقدمة، هناك ثمين على المركز الأول، سعيد بن حميد بن رغموش العويسي يقدم لنا ثمين مع البداية. أما المركز الثاني يتسلل من خلاله، هناك أيضا على المركز الثاني هناك بالرقم 16 هناك معاند مبارك ونسيل بن مبارك الاكتبي مع المركز الأول والمركز الثاني، ثاني المراكز من الجانب الآخر. وتابع التحدي وتابع الإثارة القوية هناك منذ انطلاقة 3 كيلومترات. هناك أيضا هناك ملبي سلطان بن سليب بن متعب العفاري مع المركز الثاني وغير إلى البداية، وثالث المراكز، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، ثمين سعيد بن حميد بن رغموش العويسي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام. هناك أيضا ينطلق هملول مهير بن محمد بن خميس بصوب الكتبي. أما المركز الخامس، خامس المراكز هنا الرقم 19 هناك النوط أحمد بن محمد بن راشد بن بطي البواردي مع المركز الخامس، والمركز السادس، سادس المراكز هناك طماع سالم مفايل بن خربيش العويسي، والمركز السابع، سابع المراكز يتقدم من خلاله نجد محمد بن راشد بن قحيد المهيري يقدم لنا نجد في هذا التحدي الرائع والقادم. ايضا هناك مشوش علي بن حميد بن سيب بن بدر العليلي القادم الى المركز السابع، والمركز الثامن هناك مخلاب رامس بن محمد العويسي مع المركز الثامن، والمركز التاسع، تاسع المراكز عندك أيضا الرقم 31 مطلوب صغير بن يزرب العامري، والمركز العاشر، عاشر المراكز هناك المايدي حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. هكذا النتيجة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق الأول. هناك ملبي، هناك ملبي، ملبي للناموس وملبي لأدائه الرائع على المركز الأول، سالم سلطان بن سالم بن متعب العفاري، العفاري على البداية وعلى الصدارة الأولى. أما المركز الثاني، ثاني المراكز ينطلق من خلاله مشاهدينا الكرام ثمين سعيد بن حميد بن رغموش العويسي مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز هناك أيضا ينطلق من خلاله أيضا معاند مبارك بن سيد بن مبارك الكتبي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز بدأ بن يزرب مع مطلوب، مطلوب الصغير بن علي بن يزرب العامري بالتسلل مشاهدينا الكرام، وهناك مشوش قادم علي بن حميد بن سيد بن بدر العليلي. هكذا النتيجة للأسماء المنطلقة، ولكن نعود، نعود مع البداية ملبي، نعود مع الصدارة ملبي على المركز الأول، الصغير بن علي بن يزرب هناك ملبي على المركز الأول، سلطان بن سالم بن متعب العفاري والصغير بن علي بن يزرب العامري مع مطلوب، مع مطلوب على المركز الثاني ومشوش على المركز الثالث، علي بن حميد بن سيب بن بدر العليلي على المركز الثالث والقادم، القادم من الجانب الآخر يا سلام المايدي حميد بن سالم بن قوبع المنصوري قادم، قادم مع المركز الرابع إلى الثالث. يا سلام يا سلام الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة يا سلوم، وين الناموس، وين بين الناموس يا بن يزرب، غير البداية، غير مطلوب الصدارة، مطلوب المقدمة، الصغير بن علي بن يزرب العامري، ومن الجانب الآخر يا سلام يا سلام ملبي، ملبي ولا مطلوب، مطلوب ولا ملبي، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، 200 متر أخيرة، 200 متر أخيرة، ملبي ملبي ملبي، عاد عاد ملبي للمنافسة، وهناك الخطورة من المايدي، المايدي المايدي، يا سلام يا سلام حميد بن سالم بالقوبة المنصوري، سلام يا ند الشبه، سلام، اسعد الله صباحكم. هذا بكل فوز على هذا الانتصار المتميز من خلال المايدي حميد بن سالم بالقوبة المنصوري، ملبي مع المركز الثاني سلطان بن متعب العفاري، والمركز الثالث هناك مطلوب الصغير بن علي بن يزرب العامري. التوقيت الزمني، نعتذر مشاهدينا الكرام عن التوقيت الزمني لهذا الشوط.